السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس اللي فاضل معاكم مهندس اسلام جميل، وان شاء الله هنبدأ في كورسنا الجديد واتعلم برنامج الريفت المعماري. الحمد لله الحمد لله. بقى كده يا باشمهندس عايزين نتعلم مع بعض ازاي اقدر اعمل الشبابيك اللي هي شكلها بالشكل اللي قدامي ده كده. عايزين نبدأ نتعلم مع بعض ازاي نقدر نعملها يا باشمهندس. تعالى لو رحنا للجراوند ليفل هلاقي هنا الشباك هنا اسمه W1 والشباك هنا اسمه W1B. لو جينا نبص على W1B ادي الابعاد موجوده عندنا، بيقول ان هو الومنيوم فريم جلاس سلايدنج ويندو، هي عباره عن فريم من بره من الالومنيوم وموجود بيه الازاز. طب اعمله ازاي يا باشمهندسين؟ في عندي ان انا اعمله كفاميلي، وفي اسلوب تاني ان انا ارسمه ككيرتن وول. خلونا نتعلم مع بعض الاول كده ازاي اقدر ارسمه ككيرتن وول. فهروح على اركتكتر هقول له وول بالشكل اللي قدامي ده كده. انا كده هختار من هنا حاجه اسمها كيرتن وول العاديه بالشكل اللي قدامي ده كده. ادي تايب دوبليكيت هسميها W B1 زي ما هو مسميها، ولا هو مسميها ايه؟ W1B. هقول له رينيم W1B بالشكل اللي قدامي ده كده. طيب دي اسمها كرتون وول عادي خالص جدا. لو انا رحت اوكي ورحت على ليفل 2، تعالوا نشوف الشباك اللي موجود عندي اللي هو اسمه W2 اهو. الشباك ده حضرتك لو جينا نبص على الخصائص بتاعته مدينا ان سيل هايت ارتفاع الجلسه الشباك بتاعنا 30 سم. فانا هاجي من هنا هقول له حاجه اسمها هنا، انا هرسم تاني وول ادي W1B البيس اوفست اهو، هو ده الارتفاع بتاعه اللي هو ايه؟ السيل هايت. طيب ارتفاع الشباك كنفسه بقى قد ايه؟ قال ارتفاع الشباك نفسه 3 متر وعرضه 1.80 متر. يبقى انا هقول له هنا انكونكتد، طبعا بلاش هنا، بقول له انكونكتد وبقول له هنا ارتفاعه 3 متر، يبقى انا كده حددت برضو ارتفاع الشباك الموجود عندي. يبقى فاضل عرض الشباك. عرض الشباك ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق ان انا ارسم الشباك بتاعنا، اقول له من هنا لهنا بالشكل قدامي ده. طيب في مشكله، بيقول لي ايه؟ في مشكله ما يقدرش يعمل ايه؟ هايلايت الوولز متداخله في بعضيها. طب حضرتك عايز تعمل ايه؟ شايف كده؟ قول له ايديت تايب. في حاجه هنا اسمها اوتوماتيكلي امبيدد، يعني دخل لي ده اوتوماتيك في الحائط الموجود عند حضرتك. لو انا قلت له من هنا في 3D اظهرها لي، ادي شكل الحائط عندنا بالشكل اللي قدامك. ادي الحائط عندنا بالشكل ده كده يا باشمهندس، معمول له سيل هايت ومعمول له كل حاجه بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب لو انا رحت على الواجهه اللي هي الساوث اللي انا مستوردها، عايز ابدا اعمل التشكيله الموجوده في الكيرتن وول دي. ادي الكيرتن وول عندنا اهي مرسومه بالشكل اللي قدامي ده كده اهي. ادي الكيرتن وول، ممكن اظبطها حتى كمان من هنا، ممكن اكبر اصغر في الهايت بتاعها زي ما انا عايز. من هنا اهو اقدر اكبر اصغر اعمل كل اللي انا عايزه، ممكن اعملها من هنا كده اشدها لحد تحت. طيب بعد كده اخش على الاركتكتر، في حاجه اسمها جريد. الجريد دي عشان ابدا اقسم الويندو ده، اقول له قسمه لي هنا هنا كده، اقرب بس على الجريد ده اهم حاجه اهو ده، واقرب على السايد تاني بتاع الجريد ده، انزل اهو من هنا كده كده وانزل من هنا كده. عايز اظبطه شويه ممكن اقدر اعمل له موديفاي، هقول له موف من هنا لده انتر، من هنا حركه لي فوق شويه كده اهو بس كده بالشكل ده كده بس، وهكذا يعني. طيب يبقى انا كده ظبطت مين؟ الجريد الموجود عندي. ممكن اقفل ده واقول له هات 3D عشان اشوف دبليو تي كل حاجه برسمها تبان عندي اهي في الشكل اللي قدامنا ده. فاضل عندي عايز اعمل الفريم الالومنيوم. خد بال حضرتك برضو انت ممكن تيجي هنا في ليفل 2 ممكن تخليه اصلا الازاز ناحيه بره، ممكن تخلي الازاز اصلا ناحيه بره مش ناحيه جوه اللي حضرتك عايزه، عن طريق ان انا اختار ده كده ادي الشير وول دي كده واقول له فيليب اهو كده بقى ناحيه بره، كده بقى ناحيه جوه على حسب ما حضرتك ايه عايز. خليه ناحيه بره بالشكل ده اللي قدامنا ده كده. طيب انا عايز اعمل بقى الفريم بتاعه، فبروح هنا على اركتكتر بقول له حاجه اسمها مليون بالشكل اللي قدامي ده كده. بقول لك انت عايز ابعاده كام؟ طبعا احنا بنختار الريكتانجلر بالشكل اللي قدامنا ده كده، بقول له ايديت تايب دوبليكيت وليكن اخليه مثلا 15 مللي 15 مللي في 15 مللي. عايز تعمل مثلا تتاكد ممكن تروح هنا تشيك، مثلا تروح على اي واجهه تشوف مثلا قطعه الالومنيوم ولو بيستخدمها مثلا الجريدر ده مثلا من هنا لهنا ده حوالي 4 من 100، وده من هنا من هنا لهنا بالشكل ده كده حوالي 3 من 100، يعني 3 سنتي، وده 4 سنتي بالشكل اللي قدامنا ده كده. ممكن اخليه كله
3 سم زي ما انت شايف كده، خلي كله 3 سم وخلاص. فانا هقول له هنا كده الدايمنشن بتاعه فين، ممكن اختار حاجه ريكتانجولار افضل اهو من هنا كده، سكوير ادي تايب دوبليكيت، وليكن اخليه 30 في 30 بالشكل قدامي ده كده. واجي هنا على الابعاد بتاعته، ادي السايز بتاعنا اهو، الثيكنس بتاعه اهو هيخليه 30 بالشكل قدامنا ده كده اهو. اروح اقرب بس على الجريد، ممكن اختارها على طول، ممكن اخلي الفريم اللي بره بتخانه وليكن واللي جوه بتخانه، اقول له دوبليكيت مثلا خليها لي 15 في 15، خلي اللي جوه مثلا 15 في 15 مثلا يعني بالشكل ده كده، اقول له اوكي. هختار اللي جوه الاول اهو، شايفين كده يا باشمهندسين، ادي اللي جوه اتظبط معايا. وبعد كده اختار ال 30 في 30 اهو، واقول له اد اول جريد، لان خلاص كده خلاص هو مش هيعمل غير على الخارجي اللي بس. يبقى انا كده يا باشمهندسين رسمت الشباك بتاعي وعملت التقسيمات بتاعتي الموجوده عندي بالشكل اللي قدامنا ده كده، ادي الشباك اترسم وادي التقسيمات بتاعته اتعملت، مفيش اي مشكله. في بس نوت بسيطه، ادي هنا عندنا الفرونت ريفيجن مظبوط اهوت، ده كده 60 سم، تعالى ناخد منه من هنا مثلا من بعد ال 60 السيل هايت اهي 30 سم اللي احنا بنتكلم عليها اهو. طيب عايزين نبدا نعمل الشكل ده كده يا باشمهندسين، الشكل اللي هو الخارجي على الشباك ده، الشكل ده عامله ازاي يا باشمهندس؟ بسيطه جدا جدا، لو انا رحت حتى على الشباك ده كل التفاصيل عندنا هنا اهي W1B اهو، ادي الشباك عندنا اهو، لو انا بصيت له من السايد ادي الشباك، لو انا بصيت له من الطب ادي الشباك بتاعنا بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب الشباك ده انا عايز اعمل فيه التشكيله دي، جميع التشكيلات اللي عندنا عايزين نشوف بس بتوصل تخانتها لقد ايه. لو انا خدت من هنا است كده، طبعا ده مش متظبط نفس الدايمنشن بتاع ده لانه معمول كبلوك، مش متظبط كنفس الدايمنشن، عشان كده كل حاجه مش متظبطه. ولكن هناخد ده مثلا نخليه حاجه بسيطه مثلا يعني. طب تعالوا نرسمه الاول، هنرسمه ازاي؟ بروح يا باشمهندسين حاجه اسمها اركتكتشر كومبوننت موديل امبليس، مهم جدا موديل امبليس ده هنخليه جينيريك، حاجه ايه جينيريك موديل وخلاص. اوكي اوكي، حضرتك عايز تعمل ايه؟ الفكره عندي انا عايز اعمل الشكل اللي هو ده، لو انا بصيت هنا انا عايز اعمل الشكل اللي هو ايه متدرج ده، الشكل اللي هو ايه متدرج ده. فانا اقول له اكستروجن عادي خالص جدا، هيقول لي بيك بلان انت عايز ترسم فين، اقول له انا عايز ارسم على الحيطه دي كده عشان يعرف ان الاكستروجن على الحيطه دي. شكلها عامل ازاي؟ اقول له من هنا بيك لاين، اضغط هنا تاني اقول له شكلها عامل كده اهو اهو. ده ما جاش معاك ولا يهمك، الاس بي لاين من هنا كده، واختار النقطه دي كده وابدا امشي. لا خلينا الاول نرسم اللاينز الاول من هنا لهنا اهو، واللاين دي من هنا لهنا. الارك ده ممكن اعمله اهو بيك برضو ما جاش، نقول له ارك ادي ستارت ستارت اند وادي الراديوس بالشكل ده كده. بعد كده على طول من هنا ده مع ده اظبط بقى كل اموري، ده اتظبط كده. طيب تمام، ممكن امسك الشكل ده بقى كده اقول له ايه ميرور من هنا ميرور، امسك نقطه في نقطه الميد اهي من هنا لهنا اترسم الناحيه الثانيه بالشكل اللي قدامنا ده كده، اقول له ايه اوكي. تعال نبص عليها في 3 دي، ادي الاكستروجن الراجل واخده، الراجل واخد حوالي ربع متر، واخد اكستروجن حوالي ربع متر، ممكن اقلله خليه 1 من 10 مثلا 10 سم زي ما انا ايه زي ما انا عايز. ادي شكل الاكستروجن عندنا بالشكل اللي قدامي ده كده بالشكل ده كده يا باشمهندس. عايز اكبره اصغره براحتي، ممكن امسكه تاني اديله ماتيريال وليكن اللون الابيض، كل ده بالمره على طول، الوايت اللي احنا عرفناه اهو، اقول له اوكي بالشكل ده قدامي ده كده. طيب باشمهندس في لسه عند حضرتك الشكل اللي فوق ده كده، الشكل اللي فوق ده عامل كده، بس خد بالك من نوت هو يعتبر ايه شكله عامل كده اهو، لو انا بصيت عليه في الكبلان في شكله ماشي. تعال نشوف هو اذا كان متدرج ولا لا، مش باين خالص من ايه من السكشن فيو، فانا هخليه عادي خالص عادي مفيش مشكله. وان الشباك الثاني نبقى نعمل فيه الفكره الثانيه، وانا في نفس الموديل هقول له كرييت برضو اكستروجن برضو باك البلان، هقول له هرسمه على الحائط ده، مهم جدا احدد له الحائط اللي انا هرسم عليه. بعد كده اجي هنا اقول له باك لاين، يلا يا سيدي ده ده وهكذا. ابدا اظبط ده ارك ستارت اند ريديوس
الشكل اللي قدامي ده كده، اظبط ده مع ده، اظبط ده مع ده، اظبطه نفس الكلام ده مع ده، بحيث يديني الشكل في الاخر الفينش اللي انا عايزه. انجوين اليمنت. طيب بعد كده امسك ده اعمله ميرور، الثلاثه دول كده اعمل لهم، الغي ده كده شيفت والغي ده. بعد كده اعمل ميرور وارسم من المنتصف من هنا لهنا بالشكل اللي قدامي ده كده، مش مظبوط، اعمل له موف من هنا لهنا عادي خالص جدا. بعد كده امسك ده اقول له ده مع ده، ظبط شكل اكستروجن، اقول له اوكي، ادي له السيكنس بتاعه 1/10 زي اللي تحت عشان الشكل بتاعنا. اوكي اهو اتظبط معانا. انا كنت برسم في مكان تاني ولا ايه؟ اهو انا كنت برسم على شكل تاني اهو، امسكه تاني معلش يا جماعه، هقول له موف موف من هنا وادهولي هنا بالشكل ده. يبقى انا كده ايه ظبطته، اقول له فينش موديل، خلاص كده ايه انا خدت الشباك بالموديل بتاعنا. اروح بقى على البلان واقدر انقله بمنتهى السهوله، وبنفس الاسلوب هعمل مع الشباك ده اللي هو ال W1 بنفس، هو نفس الفكره بالظبط، هاجي هنا بس من بعيد اهو، اعمل سيلكشن كده، عمل لي سيلكشن على الشباك بكل حاجه فيه، كنترول تاب، اجيبه تاني كوبي، اخد نقطه وليكن النقطه دي من هنا، اروح بيه هنا كده بالشكل ده. يبقى انا كده يا باشمهندسين اتعلمنا مع بعض ازاي اقدر اعمل الشباك الجلاس ده الومنيوم، بنفس الاسلوب هكمل باقي الشبابيك بتاعه الواجهه الموجوده عندنا. كل اللي مختلف فيه هي الدايمنشن بس بتاعتهم، هي ايه هي اللي بتختلف، يعني ده متر و80 ده مختلف شويه وهكذا، وكل حاجه موجوده في التيبل هنا بالسيل هايت بتاعها، هنبدا ايه نتعامل معاه على طول دايركت مفيش اي مشكله خالص.